طيب ناخذ كمان فانكشن. هلا خلينا نميز بين تو فانكشنز. راح اميز بين الجنرال اكسبوننشال. اذا في عندي هون فرق ما بين لو كانت عندي f of t بتساوي p to the t. p constant. اذا p مش e. مش e to the t. p. p to the t. راح يكون عندي f n of capital t بتساوي p to the n capital t. او عندي f of t بتساوي p capital t small t على capital t. يعني بقسم الزمن اللي مر على السامبلينج تايم وبشوف عدد مضاعفاتهم. هذه الفانكشن تختلف عن هاي الفانكشن. f n of t يساوي p n of capital t على capital t يساوي p to the n. هذا اللي بدي اطلع له الزد ترانسفورم. بس عشان ما تتلخبط تفكر ان احنا ليش ما اخذناش p to the n t. في موجود شيء زي هيك وممكن اخذ هذا، بس احنا هناخده هو هذا. شو يعني؟ يعني باول سامبل بكون قيمتها p to the 1، بتاني سامبل بغض النظر عن قيمة كابيتال تي، بتاني سامبل بتكون قيمتها p to the 2 p to the 3 و p constant. وهاي لو رسمتها بتكون قيمتها عند اول سامبل هون p to the 1، عند تاني سامبل p square، عند ثالث سامبل p cube. في حين هاي راح تكون against time، هون راح تكون p to the t اللي هو 1 capital t، هون راح تكون p 2t، هون p 3t. ما تفرق شيء في النهاية، بيطلع constant وبضرب في t. بس هذه هون p to the 1 عند أول sample، يعني عند capital t 2t عند 3t إلى آخره. هذول في اختلاف بينهم. أنا اللي راح أطلع له الآن اللابلاس ترانسفورم هو p p to the p to the t على capital t، اللي هو لما بحط f n of capital t يساوي p to the n. هذا هون f of t. كل فاهم شو بنعمل هون لما نبدل من هذا لهذا؟ محل t بنعوض n capital t. نحط محل t بنحط n capital t. عندي هذا هون p to the n. اذا هذا بنسميه general exponential. اذا اخذنا هذا general exponential راح يكون عندي f z يساوي summation n يساوي 0 infinity of p to the n z minus n، ويساوي p to the 0 z to the minus 1 زائد p to the 0 minus 0 p to the 1 z to the minus 1 زائد p square z minus 2. فصار عندي الترم هون اذا طلعنا عليها هاي جيومتريك سيريز عمالي الترم الاول منها راح يكون 1، وبعدين عمالي بضرب كل مره في p to the z minus 1 p 2 z minus 2. فعندي كانه r بتساوي p z minus 1 و a بتساوي 1. فالسم لهي السيريز شو بيساوي؟ a على 1 minus r. فa عندي 1 على 1 minus p to the z minus 1. بايش بضرب وبقسم؟ z بتدخل عندي جوا هون، z بتدخل هون z minus، هذا z transform ل general exponential.